مرحبا، بدي أحكي لكم حكاية كتير كتير رائعة أثرت فيي. من حوالي سنتين كنت طالعة من مطار إسبانيا أنا وطارق، وشفنا بنت أو شفت أنا بنت مثل القمر، حلوة كتير كتير، مرتبة، شعرها مرتب، مسشور ونظيفة، ولبسها كتير حلو أو منطقي كتير يعني، وعم تكنس الأرض، وبتكنس الأرض بضمير عجيب مثل ما منكنس نحن مننظف بيوتنا. كتير اهتميت لأمره، وقفت قلت له طارق ممكن بدنا نعطيها مصاري؟ قال لي ممكن تحرجنا. قلت له الله يخليك، ممكن تروح تعطيها مصاري، يمكن بتاخد هي هالقد. فأنا قلت له لا، بدنا نعطيها هالقد لأنه وعجبت فيها، مع أني بغار على طارق يعني، غالبا إذا شفت بنت حلوة ما بقول له يشوفها، بس احترمتها كتير لدرجة بطلت حتى أفكر بهي الأشياء اللي هي ممكن تكون مشاعر سخيفة. فراح يعطيها فلوس، عم يحكيها بالإنجليزي ما فهمت عليه ولا كلمة، في شوية ناس بإسبانيا ما بيفهموا إنجليزي. فرفضت وخافت وقالت له لا ما قبلت ولا بأي طريقة، وأحرج طبعا هو، بس لما أحرج صار يصمم، صممت هي أكثر منه. قال لي أصالة خلص خلينا نمشي، ما قبلت. قلت له أنا بدي أرجع أجرب مرة تانية، مع أنه كان نفسنا أن نروح بسرعة نوصل لأوتيل. أخذت الفلوس رحت لعندها، قلت لها أنتي بما أنها بتحكي إنجليزي، قلت لها أنتي حلوة كتير بالإشارة بالعربي، أنتي حلوة كتير وبتكنسي الأرض، وأنا كتير فخورة فيكي. على طول فهمت كل الجملة وحضنتني حضن في ثقة عجيبة، ثقة منها يعني، وكأنه صديقة قديمة. أنا هذا كان شعوري بالحقيقة، لأنه كنت كتير فخورة فيها وصممت أني أوقف، ويمكن هذا يعني الوقت أخذ أكثر من 10 دقائق. بالمقابل في فنانة كبيرة كنت أعشقها، أي من أحلامي كان أني أشوفها. لما شفتها مع أنه عندها هاي الفنانة كل شيء تتخيله، عندها محبة الناس وهذا أهم شيء، عندها فلوس، عندها مكانة، عندها موهبة، إلا أنها لا تتخيلوا قديش تتمتع بسواد وبفوقية، وبتشوف الدنيا دائما غلط، وبتشوف الناس كلهم غلط. وخلتني لفترة من الزمن مو قصيرة اكره مهنتي، مع اني اعشق الموسيقى واعشق اني غني، بس تخيل انه خلتني اكره اكتر شيء بحبه بالحياة اللي هو صوتي. وفعلا فكرت بهذاك الوقت يا الله لو في شيء تاني كنت اعمله غير اني غني. يعني بالاخر دائما بقوله لطارق انه اي سيارة بنركبها نحن بنعمل قيمة، مو سيارة لازم تكون فخمة لتعمل لنا قيمة. اي مشوار، اي شيء بسيط انت بتعمله بس بتكون سعيد فيه بتعمله حدث. أي عمل أنت بتعطيه قيمة، مو العمل بيعطينا قيمة. هذا إذا قارنا القصتين الأولى والثانية حنكتشف أنه هذا حقيقة. لا مزيكاتي فعلا فنان، فنان بالحقيقة، جميل، فنان رائع. أنا كنت عامل لكم مفاجأة، بس يعني حد جامد جدا ومكسر الدنيا. هتشوفوا بقى. أوكي طب افتح طالما أنت اللي عامل مفاجأة. أنا بين إيدين مين اللي جاي؟ أهلا. هنعرف عامل مفاجأة. قال لك حمود عامل لنا مفاجأة. أهلا وسهلا. الله طبعا بقول الصوت. اهلا وسهلا ولابسك كعب عالي. بس اخبارك ايه ما شاء الله؟ اهلا انتبهي بس الاهلين فظيعه يا الله غنيتك رائعه. هي الصوت اللي انا اعشقه يعني، هي نوعيه الاصوات كثير كثير بحبها. رائعه. سمعت غنيتها؟ سمعت غنيتها يا دنيا؟ طبعا خياليه. لف بينا يا دنيا يا لطيف. شو حلوه. يلا شيطانك ماشي الله يسامحك، او بالاحرى رائعه بالاحرى. انا ايه بتشربي ايه؟ ايه بتشربي شاي؟ شو اعمل لك؟ لا قليلي قليلي لا تقولي من برا ما بي... انا بجيب لها. لا خليكي حبيبتي. شو تشربي؟ انا طالبه نعناع. نعناع؟ نعناع ماشي لو في. في طبعا في نعناع. نعناع وشاي ونسكافيه. نعناع الحمد لله يا دبرك. في عشق البنات. بص لا اعملها بايديك بقى كده. في عشق البنات. لا سمعت المنير انا من يومين كده. جميل. اغنيه قديمه قوي شجر الليمون. بس بوسي قد ايه سكرك؟ اربعه ماشي. يا اخي
لو في وفي طبعا سمعت احمد منير طبعا كله اه طبعا كنا عم نتعشى انا وحمود فسمعني صوتها انت سمعتني ولا حدا من اصحابنا انت سمعتني فقلت له سوري بدي اعطيها ارجع لاحمد لانه عم تحكي عنه فانا هيك عندي توحد يا الله يا بحكي عن الشخص هو بس اللي يعني فيعني الحقيقه طار ما شاء الله عقلي بصوتها ربنا يخليك طار عقلي بس يا حبيبه لا حبيت طريق رهيبه سلطان رهيبه بتمثلي مثلتي انا اصلا غاويه كل حاجه والله غاويه كل حاجه طب هاتي هالشنطه بس هيك شادر الفرفدي ماما وبعدين ما تخافي الشباب كثير اوادم ومهذبين واثنين مجوزين ومحترمين ومعروفه يعني سمعت انا مراتي بتحبها كمان جدا يا رب يخليك وسنة ظهرك ان شاء الله ظهرك يا رب انا بحب هيك اتبنى يعني صوفي الالماني الماني شو الماني بتحكي الماني فيلم في فيلم لا الفيلم اسمه الالماني الفيلم الالماني اي انا للاسف ما شفته بطولة محمد رمضان كمحمد رمضان جميل الممثل الشاطر ما شاء الله عليه هوي هوي محترم راجل محترم لو الاغنيه جميله الحاجه الحلوه بتنجح احمد مش شرط مين لا الناس امتى عندها ازاي لا الناس عندها حدس بالاصوات يعني كل شيء ممكن يعني ممكن اوقات بيلخبطوا طبعا بيلخبطوا باصوات مو كويسه لفتره معينه بدهم يتلككوا لهم بيكونوا بدهم يتلككوا لهي بدهم يحبوها عندها شيء معين بدهم يحبوها بيقولوا لك صوتها كويس بس بالاخر بتروح يعني بتذهب مع الريح بس بالحقيقه الناس كثير عندها احساس للصوت الحلو هي بالفتره يعني حتى الاطفال الصغار بيعرفوا يعني بيعرفوا يحسوا الصوت طبعا هن طبعا اسهل دلوقتي الجيل ده انا حتى هيك عنده مقدره ان هو يطلع بالحقيقة يعني لا هو جيل رائع هو بس في وسط الزحمه دي ومظلوم من كتر ما بينحكى عنه انه بيقولوا لا جيل انا بحس انه دائما الاولاد كل شوي ده اذكى جيل زكايا زكايا ما بعرف اذا مظبوطه غلط وحناين حناين كثير بحبوا البلد قوي بحبوا اهاليهم جدا تزرع فيهم غير مشاع عنهم يعني. لا غير تماما الصراحه انا كثير بزعل عن يعني على الاولاد اولادي واولاد اصحابي وكل الاولاد بحس انه كثير هي هذا الجيل العظيم يا رب يعني جيل رائع بتزرع فيه كثير يعني بتحصد حقيقي وتعليم ثاني وفكر ثاني يمكن ظاهر انه حتى العلم فرق معاهم طبعاً. يعني انا بقول كل ما البني ادم كان اكثر يعني اكثر ثقافه مو بالعلم بس ثقافه بالدنيا يعني حتى عنده معلومات اكثر عنده يعني سعه صدر اكبر بيكون بني ادم الطف وافهم واذكى يعني حتى اولادنا اقول عندهم طريقه تعامل يعني فظيعه متجوزه عندك ولد ياسين بسم الله ما شاء الله ياسين الله اكبر تبارك الله والله كمان ولد واحد ما شاء الله ولد الله يخلي لك يعني داخل في 5 سنين الله اكبر الله الحمد لله ربنا يحفظه لك يا رب شو البكر عندك عندي البكر ياسين البكر ياسين الصغير حمزه والوسطانيه بقى اللي حمزه ناديه دي شكلها طلع من صوتها حلو احمد سمع والله ما شاء الله انا كل ولادي صوتهم مش حلو الا علي بالتوأم ما شاء الله انا صار عندي 4 عندي شام ولودي الله يحفظهم وعندي توأم ادم وعلي وما حدا صوته حلو الا علي شكله حيطلع صوته شكله حيطلع صوته بجنن بيطير العقل مثل امه دائما بحكي هيك حتى لاصحابي بيقولوا لي عيب والله حدا بيحكي هيك عن نفسه انه يا بمدح بحالي عن طريق ابني بس عادي يعني بالنسبه لي بحسها نوع من انواع المزح يعني ولا اللي تربى اللي تربى عند اصاله ويطلع صوته وحش ده يبقى فيه حاجه مش وحش لا الله يعني هي خلقت الله موهبه اولادي بيغنوا كويس بنتي بيانيست رائعه بتعزف بيانو فظيعه بس صوتها يعني عادي طبعا هي مقتنعه ان صوتها حلو هي صوتها مو حلو لا بقول لها عادي يعني مش عايزاها تكبر القصه بدماغها بخاف انا بدي اياها بس تغني لنا تغني لنا نحن يعني هي كفايه صوتها لنا للبيت رائع صوتها حلو لا لا يعني بتوقعني لا لا صوتها حلو اكيد اولادك حدا صوته حلو عبد الرحمن اول ما يغني تضحكي على طول ليه هو بيغني بطريقه تضحك يعني عنده طريقه كده اللي هو استخبى واقعد اتفرج عليه وهو بيغني فاول ما اخش يروح مبطل ما لا ما بيهلكك هو كوره يعني عبد الرحمن وانا ابني يعشق الكوره حبيبي الجينات بتاعتي الحقيقيه كوره مستحيل اه والله يعني انا جيناتي مش مطرب خالص يعني ما يطلعليش مطرب انا جيناتي لعيب كوره انا يعني كل اولادي الا علي شكله اه والله بجد عندك كده نفس الجينات بس نفس التقويسه اه والله اه والله بجد بس كل الاولاد بيحبوا الكوره اكثر الاولاد يعني لا انا انا لعبت كوره محمد لعب كوره وانا لعبت كوره لعبنا انا واحترفت
لا احترفت كنت فين؟ كنت احترفت قصدي يعني وزمان مش احتراف خارجي لو كان لعبنا في انديه. انا لعبت في انديه ومحمد لعب في انديه. لا انت لعبت انا ما لعب انا ما وصلتش انا اتضربت في انديه. رحت الاهلي اتطردت من هناك وضربوني ومشيت. فغضبت فرحت الزمالك اللي هو يعني عندي بقى في الاهلي خلاص ومش هبقى اهلاوي يعني خلاص كرهت الاهلي. فرحت الزمالك اتضربت فكرهت الاثنين فكان لازم ارجع احب حد فيهم تاني فرجعت احب الاهلي. وهلا انت اهلاوي لان علقه الاهلي كانت احلى بصراحه. اوكي يمكن اخف ولا لا؟ لا 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 فضلنا نجري لغايه كوبري قصر النيل من النادي بيجري ورانا واحد لغايه هو قالوا له بص هو خدوا مثلا حوالي من 2000 طرح اختبارات من 2000 طفل خدوا بالظبط 4 انا لعبت من جابوني من النادي وانا متخيل ان ال2000 دول ما حدش فيهم هيقبل قبلي يعني انا مستحيل مش ممكن الناس دي مش شايفاني. محمد حريق محمد ما حدش شافني. محمد لعيب مش هزار انا لعبت معاه لا لعيب يعني. لعيب مش هزار عنده لمساته يعني وعم تلعب هلا ولا بلعب لغايه دلوقتي برافو عليك بنروح نلعب هي رياضه كتير عندنا كتير مال بس احمد على طول بنلعب مع بعض يعني بنلعب في بنلعب مره في الاسبوع يا الله قديش فكره حلوه ما تفكروا تعملوا نادي هيك فنانين ولا لا النادي ده احنا بيجي لنا كرامب واحنا بنلبس الشرابه لا قصدي انه فنانين اللي بيحبوا يلعبوا كره فهم بيلعب فهم بيلعب والله انتوا جيتوا لقيتوا فكره غرش كمان ولا الصوت لا بس هو شكله رياضه يعني شكله كمان انه لا مين اللي رحنا الاستاد مره وراح بقيت زحلق في الفرقه عندكم نادر تلاقيه شامي لا شامي 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 الكوره غشيمه في قال لك هو ده الجون اللي بالحضري للحضري بيترمي فيه يجري يجري ويروح متزحلق داخل مجنون دمه خفيف شربات راجل ابن حلال حلال عايزين نسمع صوت يا ريت بصراحه انت خجوله بشكل ما ببين عليك يعني انا مش يعني في طبيعتي يعني كسوفه شويه بس على المسرح بحاجه تانية خالص يعني عكس شخصيتي خالص انا فكرتك او هيك يعني خلاص يعني الستيج امسكت المايك تلاقي واحده تانية اراجوز يعني ما شاء الله حاجه كده بطلع نار من بقي ما شاء الله والله برافو عليكي يعني برافو عليكي انه يعني في البيت حد يقول لي غني ابدا ابدا كلمه دقت بتفتحي اكتر حتى انا غريبه قوي الموضوع كسف موت يعني حتى انا لغني في بيتي لغني في بيتي ولا عندي جهاز اسطوانات في بيتي نهائي والله لا انا بغني ليل نهار بالبيت والله انا ما بحبش امثل في بيتي انا تلاقي كور في البيت انت عشان تمثيل بس انا بالبيت يعني تلاقي كور في البيت كتير كتير جدا وعندي جوز اختي كان ماسك المنتخب الاولمبي فيجيب لعبد الرحمن بقى كور انت فاهم اللي هي تلعب فيها في لندن مش عارف فتلاقي البيت يعني اي بطوله ولا اي حاجه جايب له كور من البطوله فالبيت على طول تلاقي ده داخل بينطق كوره مش عارف مكسر لي حاجه والله يعني لا احنا بيت كوره ممكن قدام الاوض نلعب انا وهو اف جون ونقعد نلعب يعني انما غني بقى اقعد مش عارف ايه احمد اكيد موسيقى ليل نهار لانه انت ما شاء الله انا بس بسمع مزيكا جوجل بس يعني جوجل بس بسمع مزيكا كتير بسمع مزيكا كتير كل انواع حتى بسمع مزيكا بتاعت اوروبا الشرقيه الاسطوانات القديمه والحاجات دي من اول زنفير بقى والناس دي كلها بسمع انا اسمع في الاستوديو بره الاستوديو ماليش علاقه بالمزيكا ولا في عربيتي لا في العربيه اعشق الموسيقى بالعربيه انا اتعلمت سواقه لاسمع مزيكا ما كانش كده ما كنتش كده زمان على فكره يعني الكلام ده بقى له 10 سنين ماسك في الموضوع ده اركب العربيه سافر مثلا عندك محمد لطفي بنروح نصطاد نصطاد ماشيين طول الطريق راديو ومشغلين مثلا اخبار قران كده ما احطش لا اسطوانه ولا ليا ولا لغيري وما مفيش غريبه جدا موضوع تاني خالص بقى مع انه الموسيقى بالسياره متعه ممكن اجيب الاف ام بقى اللي هو التنويع ده اللي هو كله بقى يغني انا بروح اسكندريه عشان اسمعك انا كده انا كنت بروح اسكندريه عشان اخلص السنين انا كده ما بحبش اسمع نفسي في العربيه ابدا الاف ام بقى انت عارف بتنوع لك احسن اغاني يعني موجوده انا بحب الجديده بحب طبعا غني لنا هالغنية وسمعينا نفسك انت لو انت مش عايزه تسمعي احنا عايزين نسمع يلا دقيقه تنوع يلا شوف يا كان في بيب لا هذا مايك فؤاد تاخدي له يا عيب من اول مره مين ده خدي مايكك هذا مايكك وين مايكك غني معايا حلوه خلي كل واحد بسم الله ما شاء الله لا الحمد لله الاوضاع الماديه عظيمه ومستح نجيب ان شاء الله مايكروفونين ثانيين على العيد يلا يلا ابتدي ابتدوا لنا يا دنيا يا اولاد الاولى مع بعض ولا تعرفوا
شفهم دكاتره يلا الناس برضه ميزيش عبازه محمود يلا يلا بيبيتو يلا قلبي سامع يلا يا دنيا يا دنيا حبيبي نزلة طحن يا دنيا فينا وللنا غرب تلطشي نزلة طحن يا دنيا فينا وللنا غرب تلطشي نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تنتشي مظلومي كده عين عينك وانت كشفان هنا وشك ده انت زودتيها خالص عيب عليك ما اختشي كل يوم بتلعبي فينا وتجرحينا وبافتراء ده انت حتى ممشيانا بالألم والمسطرة كل ما بتظبط معانا نمشي قدام خطوتين تفلي وترجعينا ألف خطوة بقى الورا لف بينا يا دنيا لو وخينا يا دنيا
دنيا يا دنيا نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تندش مظلوم كده عينك وانت كاشف علينا وشك ده انت زودتيها خالص عيب عليكي باخدشي كل يوم بتنامي يا دنيا ده محمد عبد المنعم ده بقى ده انت حتى ماشيانا بالألم والمسطرة كل ما بتظبط معانا ونمشي قدام خطوتين وتفلي وترجعينا ألف خطوة لورا مشيانا بالألم والمسطرة كل ما بتظبط معانا ونمشي قدام خطوتين تفري وترجعينا ألف خطوة بقى لورا بودعك آخر وداع آخر وداع بودعك يا عمر ضاع يا عمري ضاع ودعك آخر وداع آخر وداع بودعك يا عمري ضاع يا عمري ضاع حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اشترى ومين اللي باع بودعك آخر وداع الطبقة بتاعتكوا فانتوا دنيا لف بينا
شمال شويه، خدينا يمين شويه، خدينا شمال شويه، ادينا عايشين يا دنيا يا دنيا. موال قلت لي اسكندراني حبيبي، قلت لي موال كان يعني خيالي. انت بتقوله حلو قوي. لا مش حلو قوي ولا حاجه يعني. لا بتقوله كويس. حلو بس بتقوله حلو بس هو صعب عالي قوي. سجل اختار طبعا احمد، تعال اختار طبعا، تعال اختار طبعا. ايوه عاشي الفن وبصر معايا الليل، قول يا ليل، قول يا ليل، واسمع منادي بصوت هادي قول يا ليل. يا عيني وعدلك ماضي في الأحكام، حكم الزمان مر وأنا راضي على الأحكام، الشكوى لله والغلاوة لها أحكام. الأم لو صالحة ابنك يفتخر بيه، أما الخسيسة ولادها يتعايروا بيها. وبالك يروق، بالك يروق، لو تدوق طعم الهدوء بالليل يا ليل، بالليل يا ليل، ليل ليل يا 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 لي
ببعت سلام للمدينة. طب وانا وانا جاي، طب وانا وانا رايح. الله بتشو حلوين هدول. لا ده سيد عبد الرسول ده فظيعين هدول. هي اللي قلتها كمان نفس الشيء. اه من الام لو صالحه دي عبد الاسكندراني ده كتير حاجاته كتير قوي. لو تدوق طعم الهدوء مواويله كتير قوي واغاني كتير جدا. انت حاطه منهم؟ لا للاسف. انا بحب هذا اللون كتير كتير. سجان بالقلب خد من عمري ما اداني ورماني لو زرني حد في السجن ولا ولا عايز طبعا نفس. انا قلت طب احنا بنقفل. يلا تعرف ان هو كان بيرتجل في المواويل دي يعني كلامه مش مكتوب. هو بيروح الفرقه بتلعب مقام هو بيقول هو بيعيش بقى مع نفسه والمقام بقى بيطلع وينزل بقى براحته. ده بيسموه عميد الاغنيه الشعبي المواويل العربي. الله انا اعشق هاي المواويل اعشقها. يعني انا كمان عندي استعداد لو اطلع بحفله اقول هذا الموال طول فيه 6 ساعات. لا ده مش ممكن. بقول لك عندي حاجات ارتجاليه. لا لا بيسلطن هيك يعني بيعمل شيء بالدماغ. وبالك يروح لتدوق طعم الهدوء بالليل يا ليل. حلوه بلدي صاحب ما لقيتش وصفه له الا اه حلوه بلدي. حلوه بلدي بقى عصفور ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. ايوه ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. طب شربيه يلا حشم عليه الزمن يلا. طب طب يلا بسبوس غنينا يا هان. الواد رامز جلال مش حافظه والله. عصفور حتى مش والله ما حافظه. طب شو حافظه قديم؟ في كثير كثير كثير. ام كلثوم ورده لا ورده القديم يعني اللي انت عاوزاه قولي وانا قولي انت وانا بقول كل حاجه في يوم وليله. طبعا احباب لولا الملامه عيون السود كل حاجه حنين كل حاجه كل حاجه حنين. الله قول معنا يلا معنا يلا حنين ولا نقول زي ما انت لولا الملامه ولا يلينا وكل حاجه كل حاجه الورده. يلا شو عشان الورده الله يرحمها يا رب. خليهم ينقوا الطبقه يا محمود الاول لا لا عشان الطبقه ابكي يا قلبي على الحنيه
ابكي يا قلبي على الحنية الحنية طفن هي ابكي يا قلبي على الحنية ابكي يا قلبي على الحنية هي الدنيا جرى فيها ايه دي جرى فيها ايه دي جرى فيها ايه حتى الناس صبحت مش هي حتى الناس صبحت مش هي راحت فين الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة راحت فين الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتينا مشينا ودينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا ودينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وأتاري الدنيا غطارة غطارة بتغدر كل يومينا غطارة وتاري الدنيا غطارة غطارة بتغدر كل يوم بينا غطارة والله وجيت علينا دنيا جيت علينا علينا دنيا وجيت كتير على نسب لينا الله يرحم وردة بجد ما شاء الله أوه. الله يرحمها ما شاء الله يعني فظيعة بس ما شاء الله بس في غنية كنت تغنيها لعبد الحليم يعني مو أحلى بس يعني أفظع أنا لك على طول خد بعيني مني وطل علي هي مو ما غنينا اللي هي فيها مقاطع هيك كل حدا يغني فيها مقطع كنا مرة بسهرة أنا لك على طول اللي هي بتاعت هو شنجي؟ لا بيب أنا لك مرة غنيناها بسهرة مرة غنيناها كل واحد فينا صار يقول مقطع أنا لك على طول أيوة داي مني وطل علي هي لك على طول لا هي متأكدة أول يوم رأى مني لا وبعت لي سلام ولا أي كلام هيبك أو من وراء هيبك ويا حرام صار وتنام هي لك على طول مش يبقى حرام صار وتنام هي دي هيك على طول لا هي متاكد غنيناها مره بس تعرف كل واحد في عبد الحليم كتير فممكن هي انا لك هي او توبه اللي قلنا كل واحد كان يغني يغني مقطع لحاله كل واحد بيقولها باداء كانت هي انا لك على طول انا لك على طول صح هي انا لك على طول بواطي علينا عوز خد عيني مني وطل علي وخد الاتنين واسأل فيا من أول ابعت لي سلام ابعت لي سلام
وين ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب ياما ياما حسيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة ياما قلبي داب من عذاب الحب ياما حسيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة بلاش عتاب ياما قلبي داب ياما حسيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب ياما حسيت الألم حد بيقول خسيت والله سامع حد بيقول كده ياما كنت أتمنى يوم 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 نقفل بقى بلاش العتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي نحن ما قلنا أنا نقعد فيها لغايه الصبح عادي جدا وما نزهقش غني لي انا حبك يلا انا حبك ده انا جاي اسمع منك انا حبك الله الله اه والله مجهزه انا حبك يا شباب انا حبك من وين دخوله انا صاحبك الطبقه بتاعتك اللي انت بتغنيها من وين انا التحمل فين انا حبك يا جماعه الورقه فين انا هي رئيس وكيل يلا حبيبي طب حافظتي انا ليكي يلا اوكي فظيعه الاغنيه اعشقها انا سمعها في العربيه وانا جاي لا شو انت تسمعش الغني في العربيه وتوزيع اه والله لا انا توزيع من امبارح عمال اسمع في الاغنيه توزيع نادر من امبارح بس نادر نادر رائع نادر موهوب نادر رهيب يعني انا مبهوره في نادر نادر فظيع هاي نادر أنا حبي أنا صاحبك أنا عقلك وتفكيره منا منك وروح قلبك وأخوكي لما تحكيله أنا فرحك ألم ألم جرح تعب متعبك أنا في كل بتحسي حاسس بيكي الله أنا
حبك انا صاحبك انا عقلك وتفكيره انا منك انا منك وروح قلبك واخوك لما تحكي له انا فرحك الم تعبك انا في كل بتحسي حاسس بيكي ما انا انتي ما انا بس خلاص اوكي الله ولا الثانيه الاخرانيه اسمها ايه شو بحب اغنيه في اغنيه سيدي سيدك كبرتك على سيدك من وين اولها بيب طبقتها طبقتها اللي يجيب لك سيرتي تقول له صح سيرتي تقول له ايدك واللي يقول لك طيب عملت ايه بتطوح ايدك اللي يجيب لك سيرتي تقول له اسالني على جديدك واللي يقول لك طيب عملت ايه بتطوح ايدك وكانك ما عملتش حاجه من واحد كان يوم ولا حاجه وكانك ما عملتش حاجه يوم ولا حاجة من حقك ما كتير كبرتك كبرتك على سيدك وانا 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 مش عايزك زعلان وانا 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 بحكي ليالي زمان وانا 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 مش عايزك زعلان وانا 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 بحكي ليالي زمان وشك ماله جايب تلات الوان عجبتني وانا 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 مش هحكي عليك بلا ايه وانا 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 يا صغير انا اكبر منك وانا 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 مش هحكي عليك بلا ايه غلبانة غلبانة جميلة وغنيتك انت كتير خايفة منها فكرت انه عم بعملها لل بحب انا جو رائعة انت سايب المايك على طول لا عشان رايح الدنيا في حاجات معرفش لا هي وانا وانا وانا
مش عايزك زعلان. وانا الله الله الله. حلو الاغنيه قوي كتير حلوه بجد جديده عليك. اول مره تغني ستايل كده؟ اول مره بغني هاي الاغنيه. يعني انت غنيت جريئه؟ يعني جريئه علي. حلو عجبتك؟ جريئه علي لازم. مع انه انا بالنسبه لي بحب نوعيه الاغاني مثل غنيه يا دنيا، كثير جاي على بالي غني هذا اللون، ولا مره غنيته اللي هو يعني هيك شارع في شجر و... لا في شجر يعني قريب من الشارع قوي. الشارع شوي يعني بحسها انه هي هيك شجر، هي قريبه من الفنانين. بتعرف اكثر الفنانين بيحبوا هذا اللون، يعني اكثر اللي بيغنوا صح. ده الوطن العربي كله بيحبوا اللون ده، قريب جدا ليه الشكل ده. مين بدلعك من الفنانين؟ مين ايه بدلعك يعني؟ مين هيك انبسط لي يعني مبسوط مع فيك؟ والله كثير وحياه ربنا كثير، يعني في ناس فرحوا لي قوي. عندك اصحاب يعني منك بال بالمجال؟ لا مش قوي. ما عندك ما عندك رفقه من اللي بيغنوا اللي يعني طلعوا معاكي؟ لا لسه لسه الشغل والحياه والمشاغل بتاعت اليوم مش مخليني حتى يعني افضل مثلا او يبقى مثلا لي اصحاب او كده. بس اكيد طبعا هيبقى فيه وهيبقى اصحاب. انا بحب يا حمودي تقبلني ان شاء الله. هذا السوسه مع انه ما بيبين ها والله. ها انت السوسه يا الله شو قوي. قاعدين هلا عم نقول عنك قديشك حباب وطيب. خبريني انت بشغله ما بعيد الشر، بس انت شايفتك هيك بتعمل اشياء من تحت لتحت. والله مكل هذا الزلمه طيب ما تقعد تلعب في حاجه مضايقه البنطلون. هي في البنطلون، هي تفصيله في البنطلون، فعمال يعني بيتعامل معاها لانها حاجه زياده. قلت له دي في البنطلون يا محمد، قال له ثلاث ساعات بيحاول يشيلها. هي في قصه انا عمال اشيلها والله. لا هو هي في قصه البنطلون قماش كده. هو عمال بيحاول يشيلها من ساعه قاعد. في حتى كل يعني اكثر التيشيرتات لا هو القماش موسخه كمان. ايوه صح. حمود مين اكثر ناس رفقاتك في نحن؟ كان قال ابني بده المفروض يجي لودي، فقال لي مامي بس شوي لحتى ما بعرف وين لودي، دقيقه بس خليني اسال حدا برا عنه. والله شفته برا. سلم علي. شفتيه؟ عسل. عندك رفقه من الفنانين؟ اصحاب يعني اصحاب اصدقاء ولا بس معارف؟ لا كثير اصحاب. وانا دكاتره اصدقاء قاعدين جنبي. لا بس يعني اصحاب اصدقاء من نفس بيغنوا قصدي. لا بيمثل بيقدر يعني يعني مطرب بيقدر يكون صديق ممثل، بس مطرب بصديق مطرب مو كتيرة صح؟ ممكن، بس انا ما في لا بالعكس. ولا هي بس اوقات بتكون مزبطة؟ اوقات يا دنيا معك بعيش. لا هو كل بصي اقول لك على حاجة، كل واحد بيبقى طبعا مشغول في حياته يعني. هي حقيقة. انما كلنا اصحاب يعني، ما اعتقدش ان في بس مش اصدقاء رفقاء فنان يعني. مش صاحبي يعني. لا اللي هو يعني مش عارف مش عارف اصحاب ايه مش اصدقاء. اصدقاء بنحب بعض جدا وبس يعني انا وانغام رفقه من زمان يعني، كنا كتير رفقه بنجتمع كتير بنكون كويسين، بس مؤخرا صرنا اصدقاء يعني اصدقاء بمعنى الكلمه. انا برتاح لما اكون عندها بالبيت وهي يعني اكيد نفس الشيء، بس يعني انا بحس معها هيك بحميميه ما بحسها تقريبا يعني مع كتير ناس، بس انها صديقه مرفيقه. خلي بالك في وجه تاني لاحمد مش عايز يفتح فيه، هو كله الهايبره اللي هو فيها دلوقتي، اللي هو مش يعني هو عايز عايز يظبطها ان يعني نطلع. قلت وعدي مش عارف
فيه اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف فيه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا روحي عليه يا روحي عليه في الدنيا ما فيش أبدا 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 أحلى من الحب أبدا نتعب نغلب نشتكي من لكن بنحب في الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي من لكن بنحب يا سلام على القلب وتنبيده خصام وفراق يا سلام وشموع شوق لما يجيلوا الليل المشتاق يا سلام عالدنيا وحلاوتها ضعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام 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 على حلاوتها يا سلام يا سلام أنا خدني الحب لقيتني بحر يعني هو مجنون يعني قعدت مزيكا وكنت اعمل لكم مفاجاه والله تقدر مفاجاه انت مش هقول لكم انا عارفه المفاجاه دي انا عارفاها لا بجد حضرتك ما شاء الله باك ليفت لودي باك ليفت اللي لابس ثلاثه انا لا انا عارفه المفاجاه دي ايه المفاجاه لودي اكل تاني لودي الحياه بيعمل روح بالحياه كلها روح اكل تاني عشان خاطري لا مش اكل المفاجاه مش اكل اكل ولا ايه لا مش اكل بقى خلاص ما ماما عملت المفاجاه طيب تمام ايه طب ايه المفاجاه لودي هتعرفوا دلوقتي هتعرفوا يا عم بالراحه علينا احنا عشان في البيت عندي لف بينا يا دنيا بوخينا يا دنيا خش رجاله لف بينا يا دنيا طبعا نكش لك شعري جالك شقه هنشوف المفاجاه لودي بقى مفاجاه ايه لودي المفاجاه فين المفاجأة جايين وراي المفاجئين متأخرين ليه؟ يلا رجال أهلا وسهلا ترجمة
اشتغل. شو هالمفاجأة المفاجأة فعلا حبيبي حبيبي معجبين تعال الجميل ده حبيبي احسنتوا شباب في شغل جامد هاي يا شباب هاي كيفكم شو اخباركم انتم يعني مستحيين صح بس ايه الراس الجامد ده طب ليه ما عملتوا لي اغنيه لالي كده ولا حاجه انت لسه ماسكين ده لسه كده يا اولاد لازم يا شباب عايزين شباب دي مزيكا بس يا شباب تروح شباب شو اخباركم الحمد لله تمام كويسين روعه انتم بتعرفوا اه يعني مبدعين وبعدين عندكم يعني عندكم حلاوه انكم كثير وانتم على الشاشه هيك واثقين من حالكم كثير باللي بتعملوه يا لسه بقى حاجات كثير لسه لا بس يعني اه طبعا لسه بس رهيب اللي بتعملوه الحمد لله يعني عاملين قلبان ابني ده لا ما شاء الله اليوم عاملين شغل جامد والله فظيع العالم كله يعني وليهم ستامب ليهم يعني ليهم سيستم شغل ليهم بصمه بس ليه ما عملتوا لي غنيه أنا واحدة يعني عملته لمحمد وقلي إيه ده ما في في أنا لا ده في عمل آه عملته لي مفاجأة في مفاجأة حلوة هتشوفيها دلوقتي تابع أنت أنا سمعتها تابع سمعتها فظيع الراجل ده هتعجبيها هتحبيها ده موضب لنا كل حاجة موضب لنا هذا حبيبي هذا الروح مش هيمشي خالد مش هيمشي حد زعلان النهاردة لا هذا الروح تبع الحياة ما ينفعش ازيكم يا شباب الحمد لله الحمد لله تمام المفاجاه ايه ما نزلناش انتوا عاملين حاله جميله اه والله الناس بتحبوكوا جدا الله اكبر ما شاء الله ولو رحتوا مارينا السنه دي كنا لسه فيها هلا واصحابي كلهم كانوا الناس كلها مشغله اغانيكم ايه ضربت هناك ولا ايه مالك زعلان ليه طيب قبلش هناك اهو نقول لهم لسه فيها بسم الله ما شاء الله بيعملوا توزيعات حلوه قوي رهيبين منين اصلا انتوا منين من القاهره من القاهره فين من القاهره امريه والله العظيم امريه ومصريه والله اجدع ناس انتوا جنبي على طول اه كبيرها الكبيره عشان ما يبقاش صغير بالظبط كده عين شمس انتوا عارفين ان انا عين شمس اوكي كل حاجه احنا جنب بعض عارف كل حاجه اوكي يعني انت ساكن جنبي من عين شمس اه والله المطريه بقى طب في ناس كمان مين اوكا مين اوكا اوكا هو هذا اسمكم لا احمد ومحمد اه احمد ومحمد لانه قلت ما ممكن شو هالاسم الجديد النادر اوكا اوتيجا اسم ارجنتيني اسامي ارجنتيني دي اوكا على فكره اوكا دي اساسا لها معنى معناها اعتمد وتوكل لا يا راجل توكل اوكا اللي هي جايه اوكي بس يعني لا صح دي انت دخلت على جوه اعتمد و الالف اعتمد و اه الواو و لا بس هي فعلا كده فعلا كده والله وفعلا صفه فيا اساسا بعتمد اه والله العظيم تتوكل على الله برافو عليك ربنا جعلك من المتوكلين على طول وليس من المتواكلين الله يوفقك سمعوني غنيتي يعني الاثنين وكل حاجه يعني بس من هي الرقصه اللي بتعملها بالتلفزيون بتطلع بالاعلان الرقصه هي دي اللي بتدي الحيل دي بتخلي وسط تتقطم لا ما عليك الله يوفقك لا من غير وسط من غير وسطك ما يتقطم هو لازم الوسط يتقطم يلا بعد هدول شيل هدول اذا بدك رجعهم لورا لا لا مكاننا هنا على طول
يا اولاد. شكرا جزيلا. شو هالجمال. ان شاء الله بنجي يا رب. معاكم ستايل، معاكم ستايل حلو، معاكم ستايل حلو ما شاء الله. يعني انتوا بتعملوا حاجه اللي هي زي ما قامت في امريكا هناك الراب. بالظبط، بتعملوا شكل. بس انا هقول لك على حاجه، انتوا عارف انا بعشقكم. ربنا انت حبيبي، ده احنا اللي بنعشقك وبنعشق اي حد هنا قاعد. ربنا يكرمنا. اه والله بشرف. خدوا بالكم من نفسكم، طوروا نفسكم، طوروا نفسكم على طول. لا مية وكتروا من اغانيه بهي الطريقه. ما تقلقيش ما تقلقيش. موافقه يعني؟ موافقه كده؟ رهيبه رهيبه طالعه. خدوا بالكم من نفسكم، طوروا نفسكم. لازم لازم. ربنا يكرمكم يا رب. شكرا كتير شباب. سلام. المفاجاه حلوه دي. شكرا شكرا. الله يسلمك يا حبيبي. وصلهم على الباب ويلا على غرفتك عنهم. معلش يعني اصلي وقتهم وكله وتامن عليهم وعنهم. تقلنا عليك النهارده. تقلنا عليك النهارده. تقلنا عليك على فكره. والله؟ اه والله يعني معلش يعني انا عارفين مسهريني. لا بالعكس انا كثير مبسوطه والله العظيم. وكلفتي نفسك وفاكهه وخير. فاكهه اسمع مزيكا ونعناع. وبعرف اسمع مزيكا. شرفتوني عن جد والله. يعني طاير عقلي فيكم. حلو المفاجاه الاخرانيه دي. والقد الاخرانيه حلو يعني. بوسي وبعدين دول. بوسي هي والله انا كنت سعيده وحياه ربنا وانا معاكم. يعني انا مع نجوم كبار وانا بحبكم من يعني انا فتحت عيني عليكم. لا بلاش الكلمه دي. لا بلاش الكلمه دي. لا كبار كبار في الهيبه يعني. مش في السن. مش في السن. مش في السن في الهيبه. شباب بس عملوا لنا اياها ونحن واقفين. مشان بدي اياه يغني لي اياها. كثير بحب انا اكثر اغنيه. يلا يلا عشان ايه بعد يعني عرفت هيك نعمل قفله قبل النوم. يلا بينا. من وين تقولها؟ انا اخرج من هنا بقى على المريطيه. مش كده يا سلام؟ بتاع المريطيه على طول. يعني بتنط على المريطيه. ايوه بالظبط قريبه والله. يا شويه عايزين طبعا بس نسمع طبعا. والله ما عارف اقول لك ايه. والله كثير مبسوطه. خليكم يا اولاد. انت حتى مشيانا بالقلم والمسطره كل ما بتظبط معانا
نمشي قدام خطوتين تفني وترجعينا ألف خطوة بقى الورا. Oh, wait.